الجزء اللي معايا بعد كده هو الكيف ووكينج، اللي هو طبعا السير في الكهف. كيفز ار فانتاستيك بليسز، طبعا اماكن جميلة جدا رائعة تو اكسبلور للاستكشاف. they can be underground، ممكن تكون اسفل الارض او تحت الارض، or in the sides of hills، على جوانب التلال، and mountains، الجبال. they are home to many different kinds of animals، وبتكون طبعا منازل او بيوت لكثير من انواع الحيوانات المختلفه. in the USA، United States of America، you can sometimes find bears، ممكن احيانا تلاقي الدببه والباتس اللي هي الخفافيش، and killer bees in caves، وقاتلي الحشرات. caves are also very dark inside، دايما برضو بتكون ضلمة فين في الداخل. you often can't see anything، غالبا ما بتقدرش تشوف اي شيء inside them، بداخلهم. so you need to bring a torch، عشان كده انت تبقى محتاج ان انت تحضر معاك a torch، كشاف. many people go on guided tours، طبعا بعض الناس بيذهبوا في guided tours يعني رحلات استرشادية of caves للكهوف. but there is also an extreme sports، ولكن بعض الرياضات الخطرة killed cave walking. and this sport، في هذه الرياضة you go deep down، بتنزل أسفل الأرض تحت بعمق الأرض، inside a cave، داخل كهف، and then go through a lot of narrow tunnels، وتخش في أنفاق ضيقة to get to caves، عشان تصل إلى الكهوف. that are deep underground، اللي هي بتكون عميقة جدا تحت الأرض. many of the tunnels، بعض الأنفاق طبعا are tiny، بتكون صغيرة جدا، and it's impossible to walk through them، وبيكون من المستحيل جدا ان انت تمشي من خلالها. you have got to crawl on your hands and knees، وبالطريقة دي انت محتاج طبعا ان انت تزحف على ايديك وركبك، and push yourself through، عشان طبعا تزق نفسك او تدفع نفسك الى الامام. often with the help of other people، some of the tunnels are only 50 centimeters باي 50 سنتيمترز وايد، وبعض الانفاق طبعا بتكون حوالي عن مساحة 50 سنتيمتر في 50 سنتيمتر الاتساع بتاعها. كيف ووكينج از تيم سبورت، طبعا بتكون عبارة عن رياضة فريق، ما ينفعش ان انت تذهب لوحدك الون، and members of the team help others get through، وطبعا اعضاء الفريق هم بيساعدوا بعضهم ان هم يجتازوا او يمشوا the tunnels safely، ان هم يمشوا في الانفاق بامان. to do this sport، عشان تمارس هذه الرياضة you need to wear a safety helmet، تحتاج ان انت تلبس طبعا خوذة ب with a lamp، بلمبة on it، to see in the dark، عشان تشوف فين في الظلمة. a lot of underground tunnels، بعض الانفاق اللي تحت الارض have got very cold water، بيكون فيها طبعا مية باردة جدا. انزم you have got to swim، محتاج ان انت تسبح، and crawl through the water in a heavy clothes. it can be a long journey through the caves، ممكن تكون رحلة طويلة فين في الكهف. finally you will arrive at the beautiful caves، هتصل في النهاية الى كهف جميل deep عميق underground تحت الارض. you can sometimes find the cave paintings، ممكن تلاقي برضو في الكهف بعض الرسومات on the walls، على الحوائط، that were painted thousands of years ago، اللي هي رسمت من آلاف السنوات. الجزء اللي بعد كده معايا ال questions، الأسئلة اللي موجودة على الشابتر، او الجزء اللي هو بيتكلم على الكيف ووكينج. تعال نشوف مع بعضينا الاسئله كده. question number 1 بيقول what is meant by كيف ووكينج، يعني ايه المقصود بالكيف ووكينج. طبعا هنقول له you go deep down inside a cave، يعني انت بتذهب
في الأعماق داخل كهف and then go through وتمشي أو تجتاز a lot of narrow tunnels وبتمشي من خلال أنفاق ضيقة to get to cave عشان توصل للكيفز that are deep underground واللي دي اللي بتكون موجودة إيه أسفل عمق إيه الأرض. أوكي question اللي بعد كده question number two what do we need to do cave walking sport ايه طبعا اللي احنا بنحتاجه علشان نروح ايه الووكينج سبورت دي الكيف ووكينج سبورت قال لي يو نيد تو وير ا سيفتي هيلمت انت محتاج ان انت تلبس خوذه الخوذه طبعا امنه ويز الام اون يعني بلمبه يس اون ات سي ان ذا دارك طبعا عشان تشوف بيها ايه في الضلمه also you need to be هنا تيم انت محتاج ان انت تكون في فريق each other to get through the tunnels safety او safely كل من الفريق طبعا لازم يجتاز او يمشي في الانفاق بامان ده بالنسبة ايه لquestion number 2 question number 3 بيقول له طبعا Why do we need to crawl or to swim during cave walking? ليه احنا بنحتاج ان احنا نزحف او نعوم او نسبح خلال الكيف ووكينج السير في الكهوف. قال لي you sometimes need to crawl on your hands and knees. محتاج ان انت ساعات او احيانا ان انت تزحف على ايديك and knees ركبك to push yourself through tiny tunnels عشان تدفع نفسك الى ايه الامام. خلال الانفاق الضيقه والحاجه الثانيه بقى you sometimes need to swim وانت محتاج ان انت تسبح او تعوم because a lot of underground tunnels لان الانفاق اللي تحت الارض have good very cold water لان بيكون فيها ميه بارده جدا الجزء اللي بعد كده بيتكلم على الكومبليت يقول لي complete caves are fantastic places ويجيب لي هنا space يبقى اقول له to yes to explore يعني بتكون اماكن جيدة ليه للاكسبلور اللي هو ايه الاستكشاف بعد كده number 2 caves can be or in the side of طبعا الكوف ممكن تكون فين can be underground ممكن تكون تحت الارض اوكي او or in the side of hills او على جوانب التلال and the mountains and the mountains ممكن تكون underground تحت الارض or in the side of hills and the mountains او على جوانب التلال او الجبال number 3 بيقول لك caves can be home to ممكن تكون بيت او منزل لي yes هتبقى to animals يعني ممكن تكون منازل او بيوت لي او مخبأ لي للحيوانات question number 4 caves are inside طبعا caves الكوب بتكون ايه yes dark inside يعني ضلمة فين في الداخل question number 5 to go into a cave عشان تدخل الكهف You have to bring لازم تجيب معاك ايه yes You have to bring a torch لازم يكون معاك كشاف because they are لانهم طبعا بيكون ايه yes because they are dark because they are dark or very dark
بتكون ضلمة جدا. question number 6 many of tunnels are بعض الأنفاق بتكون are ايه؟ yeah بتكون narrow يعني ضيقة and it's impossible ومن المستحيل جدا to walk through ان انت تمشي جواها. number 7 you have good crawl لازم انت مضطر ان انت to crawl ان انت تزحف on اول حاجة هنا تبقى hands والحاجة التانية and knees على ايديك وعلى ركبيك and push yourself through وتدفع نفسك الى ايه الامام. question number 8 بيقول له you can't go alone into a cave ما تقدرش تذهب لوحدك داخل الكهف because it's لانه بيكون it's yes it's dangerous. okay it's dangerous. yes question number 9 A lot of underground tunnels have good very cold بيكون فيها cold yes water مية ساعة جدا. question number 10 the last one you can sometimes find the cave بتلاقي طبعا كيف yes cave paintings يعني رسومات on the walls that are painted على الحوائط اللي هي طبعا اترسمت thousands okay thousands ago يعني من آلاف السنين هي اللي مضت okay ده طبعا اللي كان موجود معانا على كل اللي هو البارت 4 الجزء الرابع من اللي هو بيتكلم على الكيف ووكينج ودي كانت الشرح اللي معانا السمر وكان الكويشنز الأسئلة أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا. ثانك يو جود باي.